Several notable absentees. Reigning World Cup holders Uruguay declined to participate, in protest at the refusal of several Fa il suo esordio ai mondiali il calcio africano con la partecipazione dell'Egitto. Sono presenti die ungarische Nationalmannschaft. في ملعب جيورجيو أسكاريلي في نابولي الإيطالية الذي ما زال إلى اليوم على هيئته الأولى ويوم 27 من مايو عام 1934 شهدت النسخة الثانية من منافسات كأس العالم في إيطاليا أول ظهور لمنتخب إفريقي وعربي في النهائيات. بلغ عدد المشاركين في مونديال 34 16 منتخباً ولعبت مصر مباراة واحدة فقط لم يحالفها فيها الحظ رغم الأداء البطولي لمنتخبها في مواجهة المجر. انتهت وقائع الشوط الأول بالتعادل بهدفين لمثلهما وحسمت نتيجة المباراة بأربعة أهداف مجرية لقاء هدفي نجم منتخب مصر. كانت مصر قد تأهلت إلى النهائيات بفوزها على منتخب فلسطين تحت الانتداب بعد أن اعتذرت تركيا عن المشاركة في التصفيات. جرت المباراة الأولى يوم 16 من مارس عام 34 في ملعب النادي الأهلي في القاهرة وانتهت بفوز المصريين بسبعة أهداف لهدف. وكرر المنتخب المصري فوزه في تل أبيب يوم 6 أبريل بأربعة أهداف لهدف لتدخل مصر التاريخ من باب أول المشاركين العرب والأفارقة في نهائي